الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السائل بيسأل عن سؤال طويل خلاصته الصلاة في المقابر. الصلاة في المقابر اللي بيسأل عنها دي صلاة جنازة. فصلاة الجنازة في المقابر تجوز يا اخواننا، ما في إشكال إذا كانت في ساحة تصلى فيها ويصلى فيها على الجنازة، فالصلاة على الجنازة صحيحة في المقابر. أما لو كان الصلاة غير صلاة جنازة ما بتجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، ولأحاديث كثيرة جدا. فلو صلاة جنازة بجوز، أما صلاة غير صلاة الجنازة ما بتجوز. طيب السائل هنا بيقول في طالب من الطلاب يعني صغير في السن هو، وأحيانا بيرى في اليقظة شكل رجل يلبس ثوب أبيض، يراه في اليقظة، فما هو هذا الشيء؟ الأخوان الشكل ده إذا كان بيشوفه يعني ماشي في الشارع بيشوف له زول واقف قدامه، بعد شوية حصل يلقى ما في حاجة، فهمت؟ ده تخيل من الشيطان. والواجب عليه يحافظ على الأذكار، يقرأ القرآن، يستعيذ بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بكلمات الله التامة التامات من شر ما خلق. يقرأ القرآن، أذكار الصباح والمساء، إن شاء الله ما بشوف حاجة تانية. لكن ده كله في النهاية شغل بتاع شعوذة، ده بكون مرسلين له الجماعة يعمل له لوز كده لحد ما يخاف، أول ما يتمكن منه يدخل فيه وبعد ذاك يأذيه. طيب يقول: ما هو رأيكم في الذي يحصل هذه الأيام في المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى طبعا محتل كما يعرف الجميع، وفلسطين محتلة من قبل اليهود، وهذه الأيام اليهود قاموا أغلقوا المسجد لفترة لأيام، أغلقوه من المصلين. وطبعا ده شغل اليهود، شغل بتاع أذية للإسلام، وهم العدو الأول للمسلمين، العدو نمرة واحد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا. أول عدو ربنا قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ده الأول الأعداء. وبالتالي ما يستغرب من اليهود أبدا كون يغلق المسجد الأقصى أو غيره من دور العبادة، أو حتى دور العبادة في يد المسلمين بيغلبوك فيها ذاته، أصل ده شغل اليهود. ولكن القضية كيف يكون العلاج؟ المسألة دي ساهمت فيها جهاد، لكن الآن الإعلام ما بيذكر لك إطلاقا. الآن المسجد الأقصى فتحوه والمشكلة اتحلت، ما في حاجة. لكن خد بالك، الذي ساهم في هذا ما بيذكر في الإعلام. الآن تمشي في الإعلام بتلقى نساء متبرجات طالعات مظاهرة، أخوان مسلمين بتاجروا بهذه القضية، تاجروا بقضية الأقصى، لأنه في النهاية دارين أموال، دار ما حريصين على الأقصى ولا حريصين على مكة ذاتها التي هي أعظم من الأقصى. مكة ذاتها شفتها، دار ما حريصين عليها، وممكن يعملوا تفجيرات داخل مكة. اللي بيعمل التفجيرات ده منو أنت؟ قالوا ما دي جماعة الإخوان المسلمين اللي بتباكوا على الأقصى، يبكي على الأقصى لأنه البكا ده بجيب قروش. خليت بالك، البكا على الأقصى بجيب قروش، ويعمل عملية تفجيرية في الحرم. في فرقة اسمها الجهيمان قبل فترة، الناس التاريخ ده بتنساه، فرقة في النهاية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، دي عملت تفجير وقتل للناس داخل الحرم. الحكومة السعودية طوال بتقبض محاولات بتاع التفجير داخل الحرم. منو اللي بيعمل الكلام ده كله؟ ده الإخوان المسلمين، خد بالك. ويجي الآن الأخ المسلم يتباكى على الأقصى. عبد الحي يوسف نموذج، شوف الآن في وسائل الإعلام بتلقى واقف في مظاهرة
طالع معاه مجموعة من الإخوان المسلمين فوق لهم الشعار بتاع الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمين شعار فوق لهم وبنادي وغضبان عامل فيها غضبان على المسجد الأقصى. وهو بالله الدار يحرر الأقصى. هو كطالع برا الشمس ما قادر يجي فيها إلا بنظارة شمسية. ده بحرر الأقصى؟ أنت الشمس دي ما قادر تجي فيها ساي وقفة إلا بنظارة شمسية وماسكين له المايك بيجاي وعامل فيها مسيرة غضب. أنت بتغضب على أي أساس؟ تغضب على أي أساس؟ لكن شوف الإعلام في العالم كله إعلام يخدم مصالح اليهود ومن بعدهم يخدم مصالح الإخوان المسلمين والشيعة. كل الإعلام إلا من رحم الله. لكن الأشياء الحقيقية المعالجة بعد فضل الله سبحانه وتعالى تمت من الملك سلمان. اتصل بجهاد وزعماء في العالم بالتلفون بس المشكلة كلها اتحلت. ديل طالعين مظاهرة وبكوركو وستة نسوان بعيطن فهمت؟ ديل ما بعالجوا ولا بحلوا مشكلة. لكن يبقى السؤال من أو ما هي القناة في الإعلام التي تكلمت عن جهود الملك سلمان أو جهود السعودية في فتح الأقصى؟ مين اللي تكلم؟ ما في حد بيتكلم. ولذلك أعرف تماما لما تجد الأعداء كلهم يبغضوا مكانا معينا أو شخصا معينا فاعلم أنه على الصواب. ما معنى السعودية صواب في كل شيء، لكن اعرف أن هذه الجهة تمثل في النهاية عموم المنهج السلفي والحق. الآن السعودية أعداء منو؟ الإخوان المسلمين أعداء للسعودية، عداوة ثقيلة في البلد دين الصوفية جد من أولهم لآخرهم. بس كديت تتكلم قول لهم السعودية قول لك الوهابية المساخين ملعونين الله يلعنكم يا زول مالك. الصوفية أعداء عليها، الإخوان المسلمين أعداء، اليهود أعداء، الرافضة بكافة صنوفهم أعداء للمملكة العربية السعودية. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام حمى الإسلام بهذه المملكة، لأن الآن بترعى التوحيد. أي دولة من الدول تتبنى التوحيد الآن؟ يا تو دولة تتبنى التوحيد بأقسام الثلاثة وتدافع عن التوحيد و تحارب كل مظاهر الشرك الموجود. أم تشوف الستة بتلقى لك قبة ولا شخص بيعبد هناك، وتدافع عن المنهج السلفي وتصنف جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية، فهمت؟ عشان كده الأخوان المسلمين الآن أعداء لها ويتباكوا على الأقصى، والأقصى ما بيرجع أخو مسلم. أعرف المعلومة دي، أكان الليلة ولا بكرة ما في أخو مسلم حريص على الأقصى ولا برجعه. عشان كده الشغل الإعلامي ده كله دارين من خلفه هم من وراء مكاسب. طيب هنا سؤال قال كيفية الاستخارة، هل الدعاء يكون بعد السلام أم قبل السلام؟ الدعاء يمكن يكون قبل السلام ويمكن يكون بعد السلام، والأفضل يكون بعد السلام. قال ما حكم الجلوس مع امرأة للنصح ولكن محرمة موجود؟ لو محرمة موجود ما في بس، بس ما تكون هي متفتنة ومتعطرة ومتزينة بصورة خليعة وفتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ممكن إبليس يخش عليك يقول لك أنت مولانا يا أخي، ما معروف في الحلة كل الناس بيعرفوك مولانا ودقنك كبيرة وكده، أمشي المرة دي أنصحها اقعد معاه أنصحها كده براكم كده. تعرف الشيطان يفتح لك باب أنصحها بعد شوية ما تقعد يقول لك يا مولانا شنو تصاري وشك كده يا أخي، أبتسم حبة أبتسم فهمت؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يديك حديث كمان شفت؟ أنت ضحكت وبعد شوية مركت معاه شارع النيل ويك حدكن المايقومة. فتعمل حسابك إذا كان ولابد أنت تنصح انصح بالسبل الشرعية ولا تخلو بالمرأة، ما تخلو بها برات. إذا بقى محرم موجود ونصحته فلا بأس من ذلك. ما هي المآخذ على جماعة التبليغ؟ أول مآخذ عليهم منهم فرقة، أول حاجة تعمل فرقة ليه أنت ذاته كجماعة تبليغ؟ ليه تعمل فرقة؟ ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. نمرة اثنين هذه جماعة صوفية، ما تشوف العمم العزبة دي تغشك، تلقى العمة بجاي عزبة بصورة السنة، وتلقى مرات الإزار قصير وكده
وشوف الجماعة بدقون طويلة جو داخلين الجامع وفرشوا الثباتات بتاعاتهم ديكا والكمش ورا والحلل عالجور. انت تقول خلاص الموضوع ده معناه في حاجة ما فديل عبارة عن صوفية، الأذكار بتاعتهم أذكار صوفية، فهمت كلامي؟ ده أذكار بتاع الصوفية ساي. فأول حاجة لو جو دخلوا في الجامع بتاعكم وانت عندك سلطة في الجامع ولا عندك كلمة، قول لهم شوفوا أنا بعد لكم شما دايرة في الجامع ده هنا، أمرك يلا برا، لأنه دي بدعة، فهمت؟ يقول لك لابد من الخروج في سبيل الله. أنت خارج عالم ولا متعلم؟ في سؤال لا أي تبليغي ولا غيره، أنت خارج في سبيل الله، خارج ليه؟ مجاهد؟ لا ما مجاهد، ده ما مارق جهاد، ما شاي سيف ولا في عدو هنا ذاته. خارج لشنو أنت؟ يقول لك الصحابة خرجوا في سبيل الله، الصحابة خرجوا مجاهدين، أنت مجاهد؟ لا ما مجاهد. طيب نمرة اثنين، أنت عالم؟ يقول لك لا يا مولانا، نحن ما علماء. أنت متعلم؟ لا. طيب مارق ليه مرق جلدك؟ مارق ليه أنت تاني؟ شوف أنت مرقت من بيتك، إما مجاهد في سبيل الله بالسيف والسنان، إما أنت عالم بتعلم الناس، تعلمهم العلم الشرعي، أو أنت متعلم ماشي تتعلم العلم الشرعي. لكن أنت مارق فسحة ساي تاني، دار تطلق كرعك أمش طلق كرعك، لكن ما تقول ده دين، أوعى تقول لنا وأخرجوا والبخري معانا 3 يوم، منو قال لك 3 يوم؟ أخرج 40 يوم، أنا نفسا ما في لا 40 لا 3 لا غيره، ما في كلام زي ده، واوعى تطلع معهم، لأنه ده لو مرقت معهم أول حاجة خروجك بدعة، وأنت تزيد به من الله بعدا، مش بيقربك إلى الله، ده بعيدك من الله. بعدين ما بيعلموك علم، ما بتتعلم منهم أي حاجة، ده أخي ده تعرف واحد مرق معهم وكل ما يجي في جامع يقوم يقول له كده، قوم احكي لناس الجامع ديل قصة توبتك، أنت توبت كيف؟ يقوم يحكي لهم يا ناس والله انا كنت لافي وبتاع بنجويا وكنت صعلوق لافي في السوق ولاقوني الجماعه مولانات ديل جزاهم الله خير وانغزوني والان انا بقيت داعيه، ويقعد يمشي الجامع اللي بعديه ثاني يقول له قوم احكي قصه توبتك، ثاني يقول له والله انا كنت صعلوق يا اخواننا ولافي في السوق بجاي والجماعه ديل جابوني وانغزوني. انت عارف لما كتروا عليه ولا قوم ثاني بعد كم مره قام قال لهم يا جماعه والله انا كنت صعلوق الادب لكن كنت مستور، الجماعه دي فضحوني بالجوامع. ودي الحقيقه في النهايه، لانه ناس ما عندهم علم. يا ناس هل انت ربنا سبحانه وتعالى كلفك انك تفضح نفسك للناس؟ ربنا ما قال لك افضح نفسك يا اخي، يا اخي استتر يا اخي، استر نفسك والمعاك ذات اللي يسترك، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. استر رقبتك، انت كنت بتاع معصيه وتبته، ايوه توب الله يتقبل توبتك وامسك خشمك عليك، الودك تفضح رقبتك شنو انا كنت صعلوق وما صعلوق، قص عليك مكتار قاعدين، ما في داعي لده كله. لكن هذه جماعه جاهله من اولها لاخرها، جماعه جاهله ومنحرفه في العقيده، وزيد على ذلك منحرفه في حتى في السلوك والاخلاقيات، عشان ما تمشي تباريهم ترقد، انت بترقد في الجامع مع ناس بتعرفهم؟ انت ما بتخاف الله؟ ترقد لك في جامع مع ناس انت بتعرفهم جو من وين؟ ده جاي من باكستان، وداك جاي من سنغافوره، وداك جاي من ماليزيا، واحد ده هناك راقد هناك جاي من الهند، ده عامل فيها الشيخ بتاعه، بيديك انت بتعرفهم انت؟ ترقد معاهم ساي؟ ممكن هسه بالليل ده تكون في حاجات ثانيه الله اعلم بها. يا ناس ده كله انت بتقفل بابه، تقفل باب كل هذه الفرق الضاله كلها، تقفل الباب ده وتستقيم على الكتاب والسنه، ده ما بعلموك علم، فهمت؟ المهم الكلام يطول والناس نختم بدري عشان تحصل المحاضرة، جزاكم الله خير.